هات ركلة جزاء، يعني من ال 12 لل 15 مش هنخسر بعض. وهنا داخلين في الدقيقة 13، فابيو دي ليما يبحث عن هدفه ال 16 في مرمى نادي الوحدة. ركلة جزاء دي ليما في مواجهة راشد، وركلة الجزاء الآن راشد وفابيو ليما. الهدف الأول للوصل، التقدم للوصل، والوصل ما يقطع لك عادة، الوصل ما يقطع لك عادة. الوصل في أول ربع ساعة على مدار الدوري يسجل ويتقدم، تتكرر هنا وهم هنا من أجلك يا وصل. عشاق الوصل الآن في سعادة، وأوفياء الوحدة ينتظرون. ركلة جزاء احتسبت على روبن فيليب، وهنا أمامنا يا ولد يا فابيو يا دي ليما بثقة حطها على يمين الحارس على الأرض، أول أهداف المباراة. الإمبراطور يتقدم، فهود زعبيل واحد، الوحدة لا شيء. أداما ديالو سلم الكرة إلى علي صالح اللي يلعب كرة طويلة، هنا لمسة بالرأس سياكا سيدي بي، هو الثاني هو الثاني هو الثاني. الفهود لا تكتفي بهدف واحد، الفهود لا تكتفي بهدف واحد، الفهود جائعون، الفهود جائعون. والوصل يتقدم بالهدف الثاني على الوحدة في ثاني الأهداف. سياكا سيدي بي، والوصل ما يقطع لك عادة، الوصل ما يقطع لك عادة، وعادة الوصل هي الفوز. وفي أول 20 دقيقة هنا في الكلاسيكو، الوصل يضرب بيد من حديد. إسياكا سيدي بي هو اللي يبصم على الهدف الثاني لمصلحة الإمبراطور. 2-0 2-0 سياكا سيدي بي، واحدة صاروخ على يسار راشد علي، تاني أهداف المباراة. الوصل 2 الوحدة لا شيء. على الجانب الآخر للضيوف نادي الوصل، فابيو دي ليما وصل إلى الهدف رقم 7، وفي المقابل نيكولاس خيمينيز هو صانع الألعاب وصانع الأهداف الأفضل بسبع أهداف. ركلة جزاء عمر خربين في مواجهة خالد الإصناني، تاني ركلة جزاء في المباراة. الأولى نجح الوصل عن طريق فابيو ليما أن يسكنها الشباك، والتانية هو عمر خربين وخالد. عمر خربين يا ولد يا ولد يا عمر يا خربين، أصحاب السعادة يقلصون الفارق، أصحاب السعادة يقلصون الفارق. ويبرود أعصابك يا أخي، يا أعصابك يا عمر يا خربين. بانينكا هنا في استاد النهيان، الوحدة يسجل أول أهدافه هنا في الكلاسيكو. 1 الوحدة 2 الوصل. يا سلام، لا ألم، بص جمهور الوحدة بيغني دلوقتي في أرض الملعب. ولمسة وتسديدة، توقع أي شيء من الوحدة، توقع أي شيء من الوحدة. ها هو الوحدة يعود، ها هو الوحدة يعود. قلت لك حتى وهو ناقص لاعب، توقع أي شيء من الوحدة، وتوقع أي شيء من خربين. الوحدة يعود، الوحدة يعود، الوحدة يعود بالأوفياء وبخربين. عاد الوحدة في القمة، عاد الوحدة في القمة. لسه من دقيقتين والله بقولها لك، بالرغم من النقص العددي توقع أي شيء من الوحدة، وهنا التعادل يحضر الآن. بص هنا التسديدة، وبص الكرة، وبص التسديدة اللي جت اصطدمت في خربين وكملها خربين، وسجل الثاني عمر خربين، 7 أهدافه في الدوري. من قال بأن الوحدة يستسلم؟ مين اللي قال إن الوحدة بيرمي الفوطة؟ أما سمعتم عن الوحدة؟ أما سمعتم عن كبرياء الوحدة؟ أما أخبروكم عن تاريخ الوحدة؟ أما قالوا لكم بأن الوحدة بين أوفيائه يحضر؟ 2-2